سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التطبيق ديال هضر شمه هذه. شفتها متابعه القناه ديالي في انستغرام وصيفطات لي الموديل وبغيت نخدمو بحالو. تقريبا لقيت لها نفس اللون، الوردات شي شويه مختلفين ولكن تقريبا قرابين ليهم. بالنسبه للعقيق اللي غادي نخدمو به، العقيق ارجونتي في ام جي بي بحال هذا، وهو ابي ماشي بيض نيشان، ابي فيه شويه ديال اللوينات كيبان. هذا العقيق المارس كما قلت لكم هو هذا اللي كنخدموا به. بالنسبه للخيط كنخدموه على 4 باش كتجينا خدمه ثابته ومقاده. الوريقات كما كتشوفوا هكا غادي نبداوهم بهذه الطريقه هذه 4 دقائق وكنمشيو خدامين هكا جنب بجنب. ضروري البنات وانتم كتنبتوا ضروري تخرجوا شويه على الرشمه بواحد الميليم، يعني باش ما تبقاش الرشمه باينه لكم في الخدمه. صافي كتشوفوا هذه الطريقه كتمشيو جنب بجنب حتى كتوصلوا للراس، عاوتاني كتوليو تهبطوا بنفس الطريقه وبنفس العدد ديال الحجر ديال العقيق المهرس.